يبقى عندي شك اصلا اني موهوب، عندي شك اني اصلا انفع ابقى مخرج. ادارتك او عملك كمخرج بيحقق جواك ده اللي هو ايه؟ انك تبقى شبح المكان اللي انت فيه؟ لا ليه؟ انت ده انت اللي مدور الدنيا والاوامر لا سيبك ما ده 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 اللي بره. النوع بقى اللي زي كده يعني اللي هو هو بيتكلم كلام مجعلص كده وعنده افكار في دماغه وحاجات كده بالقعده مع الجمله يبقى عندي شك اصلا اني موهوب، عندي شك اني اصلا انفع ابقى مخرج، عندي شك في اللي انا بعمله، عندي شك في اللي انا بقوله. الموضوع مش سهل، فانت المفروض بقى تخبي كل هذه الشكوك وتبقى جواك، لان ما ينفعش تظهر للفريق. صح. لانه الفريق لو ابتدى لو حس انه ربان السفينة مهزوز، مش عارف هو رايح فين او تايه او كذا، هتبقى كارثة. لكن انا عندي شك، الشك ده هو اللي بيخليني عاوز اعمل الاحسن والاحسن. طب. في اكيد احسن من ده، لانه في اكيد احسن من ده. طب ده بيخليك تخلي الناس في حالة جهد اكبر طول الوقت، وده بيبقى مرهق ليهم معاك. فعشان كده النوعية اللي زينا بيقولوا انه دول المخرجين صعبين او متطلبين، عندهم طلبات كتير، سواء من الممثلين، سواء من الفنيين، سواء من في عمليات التحضير. يعني طلباتك اضعاف الطلبات اللي ممكن مخرج تاني ما عندوش هذه الشكوك، وهي شكوك حميدة طبعا وشكوك صحية، يعني عشان برضو ما تتفهمش انك ما انتش عارف انت بتعمل ايه او عايز تقول ايه. النتائج اللي بتظهر هي اللي بتقول انك عارف كويس انت عايز ايه يعني. بس الممثلين بقى يعني مين اللي بتلاقيه مستجيب ومين اللي بتحس ان هو فرهد منك؟ انا بقول لك انا شخص محظوظ. فبرضو كنت محظوظ بمجموعة من المخلصين اللي حابين اللي هم بيعملوه، اللي عاوزين يعملوه بجد. والله كنت محظوظ. ومن الاول انت بتختار بناء على كده. صح. ما انت بقعد مع الممثلين واقول له انا هعذبك، انا هنروح اماكن صعبة، ممكن يطلع ناس تشتمنا، ممكن يحصل حاجة، انت هتقدر ولا مش هتقدر؟ وانت بتحس. فانت انا من الاول مش واخدهم على عماهم يعني. لا انا بقول وانا متعب، انا متطلب. السوشيال ميديا والفن ممكن يبقى جوازهم شرعي امتى؟ مفيش حاجه اسمها كده، لانه قبل السوشيال ميديا كان في الناس في الشارع. فانا ممكن اختار ناس من الشارع، لانه هو ممكن يكون هو مش حاسس. انا اقول لك حاجه بقى بره الكلام ده خالص. في مركز في الحرانية اسمه مركز رمسيس سويسا واصف. حلو. ده مركز فيه عاملات اغلبهن اميات لا يجيدن القراءة ولا الكتابة، وبيعملوا قطع فنية من النسيج اللي هو السجاد، بيعملوا سجاد قطع فنية ممكن تتباع بالاف الدولارات. حلو. فالفنان هو فنان. في فنان فطري، وفي امثله كتير على ده. في المنيا الفنان رسام رحمه الله عليه حسن الشرق، ده كان فنان فطري. في الغنى كتير جدا كانوا فنانين فطريين او موسيقيين كانوا فطريين. كانوا فطريين. هما بيلاقوا الدعم، وبيلاقوا ان الناس ممكن تقف جنبهم، بيبتدي يتعلم ويبتدي يختار ده مجاله. فما اسمهاش السوشيال ميديا. تمام. انا بتكلم عن نفسي. صح. انا مش راح اجيب واحد مشهور عشان عاوز اعمل بيه فرقعة. انا بجيب واحد استخدمه زي ما بجيب ممثلين تانية استخدمهم. صح. طب ليه دايما الوسط بي 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 بيقلق من ده؟ انا معرفش القلق من ايه يعني، لانه ربما في اعمال اخرى بيتم اختيار ناس وهم مش مناسبين للدور. فده طبعا بيصير حفيظة اللي شايف انه هو مش واخد فرصته وكذا، وحقه انه يبقى زعلان وانه يبقى متضايق، لانه نفسه يشتغل. نفسه يبقى موجود طبعا، ده حقه. بس من حق المخرجين انها تعمل اللي هي عاوزاه، او من حق يعني انت بتعمل عمل فني، وهو العمل الفني ده فيه حسابات كتيرة جدا ما بين الفني وما بين التجاري
حاجات كتيره جدا اكيد.